من أين يستمد الشيخ صلاح هذه القوة؟ من الله عز وجل. نعم. ويأوي إلى ركن شديد، وهو دائما هذه لسانه رطبا بذكر الله عز وجل. أنا قابلت الشيخ رائد صلاح، وكوني من أبناء الداخل من طول كرم، وهي مدينة في شمال فلسطين، وهو من أم الفحم في شمال فلسطين، في تقارب جغرافي. وكذلك ربما كان هنالك من الوشائج العائلية والزمالة الدراسية لصهري، كان زميل الشيخ رائد في جامعة الخليل. نعم. ففي 1995 زارنا الشيخ في بيت أختي، وتعرفت على هذه الشخصية العظيمة. يتفاجأ الإنسان عندما يقابل الشيخ رائد صلاح كم تحمل هذه الشخصية من بساطة وهدوء وسمت فذ وقلة حديث، وربما لا تستطيع أن يعني توائم بين هذا الصوت الهادر والصلابة في المواقف على المنابر ومناكفة الاحتلال والصمود الأسطوري في مواجهة اعتداءات الاحتلال. وعندما تجالسه تجد هذه الشخصية الهادئة الروحانية التي الدمثة في أخلاقها، المتواضعة غاية التواضع، البسيطة في تعبيراتها، في دون تكلف، في أصالتها، في التصاقها بالأرض. والذي يتابع لعل يعني سيرته وعاداته تظهر مدى يعني كما يعني شمولية هذه الشخصية، بأنه الشيخ الذي صحيح ويملك جلجلة الخطيب ووقار المجاهد والعالم وشجاعة المناضل المقاوم وريشة الرسام، وأيضا هو يملك ذلك الروح الإنسانية من خلال ارتباطه بالأرض وحبه للزراعة وحبه للعصافير والطبخ. كل هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الذي تربى عليها الشيخ رائد صلاح، فهو ابن الحركة الإسلامية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة الخليل. وما أدراك ما الخليل؟ هذه عبق، هي توأم القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل، هو توأم مسجد الأقصى. ومدينة الخليل لها ما لها، هي شقيقة القدس وهي حاضنة القدس الجنوبية، وفيها عبق التاريخ والقدم والمكان والمكانة وقبور يعني الأنبياء والصالحين وكل ما يمكن أن يملك هذا التاريخ من أصالة وعمق. فلعل الذين زاملوا الشيخ رائد صلاح في الجامعة أبرز ما يلفت انتباههم في شخصية الشيخ رائد هو البساطة، والبساطة المتناهية في الأكل والشراب واللباس والحديث والمعايشة. كل هذه يعني الصفات جعلت من هذه الشخصية المباركة يعني تدخل القلوب دون استئذان، وتشكل تهديدا لهذا المحتل في اعتدائه على القدس والمسجد الأقصى، وتجعل منه إنسانا ناجحا على كل المستويات. كلما اقتربت من هذه الشخصية أكثر، كلما تأثرت بها أكثر. كثير أحيانا ما تجد من ينتسبون إلى الدعاء، ربما من الأفضل أن لا تقترب منه ومن شخصيته ومن معايشته لأهله وأمه وأصدقائه وأحبابه. لكن الشيخ هو نموذج للقدوة ونموذج للإنسان، يعني نحسبه من زكي على الله أحد المبارك، الذي يعيش حياة هادئة هانئة مع أهله وبناته وأبنائه وأحبابه من أبناء الحركة الإسلامية. تخيل أن الشيخ رائد صلاح يعني عاش في خدمة شعبه، عندما يعني خرج إلى العمل العام بدأ كرئيس بلدية لأم الفحم. لا. وفاز ب70% من الأشخاص، أظنه على 3 دورات، ثم ترك ذلك المنصب ونقل الشعلة لمن خلفه من الصف الثاني في القيادة في الحركة الإسلامية، وتفرغ لحماية المسجد الأقصى ونصرة المسجد الأقصى. كان له الأثر البالغ مما دفع ثمن يعني كبير هو والحركة الإسلامية في 48 التي هي تعيش في بطن الحوت. لو كان الشيخ رائد هو كرئيس للحركة الإسلامية وإخوانه من قيادة الحركة الإسلامية يتسمون
يتسمون بالأنانية وحب الذات وتغليب أولوية الشأن يعني الداخلي للحركة الإسلامية ولفلسطيني 48 دون أن يعرضوا أنفسهم لمزيد من المخاطر والتهديدات من خلال يعني تبني ملف القدس والمسجد الأقصى بقوة الذي كان هو رقم واحد على أجندة الشيخ والحركة الإسلامية. فدفع ذلك الحركة الإسلامية أن حضرت وأخرجت عن القانون وفقدت أكثر من 35 مؤسسة فطرية ولوحق أبناؤها وصدرت ممتلكاتها وسجن العديد من قيادات الحركة الإسلامية وأراد الاحتلال أن يعيث فسادا في الداخل الفلسطيني من خلال نشر الجريمة ومراهقة الناس والظلم الشديد من خلال يهودية الدولة والضغط على هذا أهل البلد وكأنهم ليسوا من مكون يعني مقبول لدى دولة الاحتلال. فهذا الصمود والتجذر والالتصاق بالحالة الشعبية وبأولويات القضية الفلسطينية جعلت من الشيخ رائد صلاح وإخوانه شامة وتنظر إليهم الأمة رغم أن الاحتلال أراد أن يعزلهم من خلال يعني وجودهم في داخل كيان الاحتلال عن أمتهم. أصبحوا يعني قطعوا حواجز الجغرافيا والزمان والمكان وأصبح الشيخ رائد والشيخ كمال وغيره من رموز الشابة في الحركة الإسلامية منارات ومحل احترام وتقدير بل ومساهمة في قضايا أمتهم. فهم يكفلون الأيتام ويقومون بالحملات الخيرية لنصرة المسلمين في البوسنة والهرسك نعم أستاذ أيمن. نعم عذرا